سيكون فريق شباب قسنطينة مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالاستفاقة والخروج غانما من مواجهته لفريق اتحاد بسكرة، خاصة وأن أي تعثر آخر سيكون بمثابة هدية للملاحقين المتربصين. أشبال المدرب عمراني سيحاولون توظيف جميع الأوراق من أجل الخروج بالزاد كاملا من المقابلة التي تبدو منطقيا في متناولهم أمام فريق أثبت هشاشته خارج ميدانه. وفي مقابلة أخرى عنوانها التباين والاختلاف الكبيرين في الأهداف، يستقبل فريق مولودية وهران ضيفه اتحاد الحراش الحمراوة من أجل تحقيق النقاط الثلاث وتأكيد أحقيتها بالفوز الثمين والكبير الذي عادت به من خارج الديار على حساب اتحاد بلعباس، والصفراء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تجدد بها أنفاسها من أجل المواصلة في الرحلة الشاقة من أجل البقاء. أما مفاجأة الموسم نادي بارادو فسيحاول تحقيق ما عجزت عنه بقية الفرق بإطاحة لنادي نصر حسين داي في مقابلة عاصمية تعد بالكثير، وسيحرص فريق النصري الذي لم يتلقى أي هزيمة منذ 12 جولة إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية. وعلى النقيض من ذلك يتواجد فريق شبيبة القبائل في وضع لا يحسد عليه، أين سيكون مطالبا ببذل كل الجهود من أجل الفوز في المقابلة التي يستقبل فيها فريق اتحاد بلعباس الذي سيحاول بدوره محو آثار الهزيمة المدلة في الجولة الفارطة أمام الجار مولودية وهران.